عربيا لعلكم تعقلون. أضواء البيان، البرنامج يكشف عن أسرار العربية والبيان من خلال القرآن الكريم وكلام البلغاء، كما أنه ينبه على بعض الأغلاط الشائعة ويعرض إلى طائفة من الفتاوى اللغوية. أضواء البيان يأتيكم مباشرة الخميس عند الرابعة عصرا. إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة من برنامج أضواء البيان، وفيه نعرض إلى أهمية اللغة العربية في المجتمع. يسرنا أن يكون معنا في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج الضيف الدائم، الضيف الكريم، الأستاذ الدكتور الشيخ عبد العزيز بن علي الحربي، رئيس مجمع اللغة العربية على شبكة العالمية في مكة المكرمة، وأستاذ علمي القراءات والتفسير بجامعة أم القرى، وخطيب جامع التخصص الزايد في مكة، الذي نأنس ونسعد بالحديث معه حول مواضيع هذا البرنامج. السلام عليكم الشيخ عبد العزيز، وحياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وحيا المستمعين. أهلا وسهلا بكم شيخنا. أيضا أنتم مستمعين الكرام، أرحب بكم، أنا محمد القرني وأخي مصطفى الصحفي من الإخراج، ويسرنا أيضا تلقي مشاركاتكم المباشرة على الأرقام 64771117 والرقم الآخر 64930208، مفتاح المنطقة 012، فحياكم الله. في هذه الحلقة بإذن الله سوف نكمل هذا الدرس فيما تيسر من سورة الذاريات، وقد توقف شيخنا عند قول الله عز وجل: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله خير نبي أرسله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. كما ذكرت حفظك الله، كنا قد وقفنا عند قول الله تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير في الآيات. وكما نعلم وعلى سبيل التذكير، هاتان الآيتان وما سيتلوهما إن شاء الله في الآيات كل ذلك في سورة الذاريات. لما ذكر المولى سبحانه وتعالى أخبار الأمم السابقة على سبيل الإيجاز وذكر عاقبتهم، وكانت عاقبتهم أليمة إذا أهلكهم الله تعالى لأنهم كذبوا برسل الله عز وجل، وقال بعد ذلك: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. لما ذكر أحوال الأمم وذكر أيضا وكل وذلك دال على قدرته سبحانه، وما ذكره أيضا من رفع السماء وفرش الأرض ومن خلقه أيضا من كل شيء زوجين، كل ذلك دال على عظمة الله تعالى وقدرته، وأنه لا منجأ منه إلا إليه ولا ملجأ إلا إليه. إذن فما الحل؟ ما هو الحل وما المفزع وأين المهرب وأين المفر؟ إلى الله. فكان الشأن أن يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل لهم يا محمد فروا إلى الله، وهذه الفاء على تقدير فقل لهم فروا إلى الله، أي إن أردت أن تذكرهم فقل لهم فروا إلى الله. والنبي صلى الله عليه وسلم في ظاهر السياق لا وجود له هنا في هذا السياق الذي ذكر، ولكن هنالك سياق بعيد، وهو قوله سبحانه: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرم. فالخطاب كان له ولكل من يسبق أن يكون
خاصهم بهذا، ثم ذكر له بعد قصة إبراهيم قصة أو خبر موسى وفرعون وعاد وثمود وخبر قوم نوح، ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل لهم فروا إلى الله، فروا إلى الله، أي إن أردت أن تعبهم فقل لهم فروا إلى الله، فلا مفر، فقد كان أولئك الذين عذبوا وأهلكهم الله تعالى، لا شك أنهم في وقت نزول العذاب كل واحد منهم أراد أن يلجأ إلى شيء ولكن لا مفر. صحيح. وأيضا من اللطيف أيضا أن نذكر أن لقطة أو مشهدا من مشاهد الفرار التي حصلت، وهي في خبر قوم نوح، وإن كان لم يذكر في هذا المكان لكنه ذكر في مكان آخر، وخبر نوح وقومه هو أقرب شيء إلى هذه الآية، لأنه جاء في آخر السياقات التي جاءت في إهلاك الأمم، أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن فرار ابن نوح عليه السلام، وأراد أن يلتجأ إلى شيء يعصمه من الماء، إلى جبل يعصمه من الماء، ولكن لا عاصم إلا الله كما قال له أبوه نوح عليه السلام، إذ قال لابنه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال تآوي، يعني يريد أن يفر، فيأوي تآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، ولم ينفعه ذلك الجبل الذي آوى إليه ولم ينجه مما يريد، بل كان من المغرقين كما قال الله تعالى. فهنا يقول المولى فروا إلى الله، أو فروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. والفرار فراران، فرار الأشقياء وفرار السعداء، وفرار الأشقياء إلى غير الله، يفرون من الله إلى غيره، وفرار السعداء هو فرار إلى الله وإن كان منه، لأن لله تعالى صفات الجلال وصفات الجمال، له سبحانه صفات الجلال والجمال، فنعم، فالنار من مقتضى سخطه، يعني من عواقب سخطه، والله تعالى يغضب وينتقم أيضا، والجنة من مقتضيات رحمته سبحانه وتعالى. فنحن نفر إلى رحمة الله تعالى، إلى الله الذي يرحمنا والذي ينجينا، وفي دعاء النوم لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، ورد أيضا في دعاء الوتر، في دعاء القنوت، فالملجأ إلى الله والمنجأ إليه. وقد جاء في حديث صحيح رواه البخاري ومسلم ومعناه وفحواه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالسبي، فجاءت امرأة وهي فزعة، فرأت صبيا فهرولت إليه، ولما أمسكت به ضمته إلى صديه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ينظر وصحابته ينظرون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أترون أو أتظنون أن هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فالله أرحم بعباده من هذه بولده. لا إله إلا الله. نعم، فهو سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، فمن فر إليه فقد نجا. كل شيء تفر، تفر منه لا تفر إليه، إلا المولى سبحانه وتعالى فالفرار إليه، والفرار إليه هو النجاة، وكما جاء في شعر بعض الشعر المتنبي، وكان بعض العلماء يقول إن هذا لا لا يقدر إلا أن يكون لله أهل الشعر، يا من ألوذ به مما أحاذره ومما أبادره، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاتره، ولا يهيضون عظما أنت جابره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون يكسرون عظما أنت جابره،
وكما قال الآخر أنت الذي تهب الكثير وتجبر القلب الكثير وتغفر الزلات وتقول هل من تائب مستغفر أو سائل أقضي له الحاجات. فإذا رضي الله تعالى عن العبد أو كان الإنسان في كنف رحمته فقد انتهى كل شيء. كل شيء هين يا شيخ بعد ذلك. كل شيء هين نعم. وكل كما قال ذكرتني بقول القائل فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب التراب. وطبعا نحن نقول فليتك تحلو والحياة مريرة، لا نتمنى الشقاء في الدنيا ولكننا نقول ذلك لأكرم الأكرمين، لأننا نعلم أننا إذا رضي الله تعالى عنا فقد أرضى عنا أيضا وجعلنا أيضا من السعداء في الدارين. فالكريم سبحانه ولو خطب بهذا لا يعني أن الإنسان يتمنى الشقاء، ولا يعني لأننا لو قلنا ذلك وكنا فعلا يعني نتمنى حقيقته فقد نكون من الذين يخدعون أنفسهم في هذا. ولكن أنا نخاطب المولى سبحانه فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. لكن إذا كان ما بينك وبين الله عامرا فلن يكون خرابا، الحق يعني أنه لن يكون خرابا بينك وبين الناس. لكن هذا نوع من التعبد والتأله الذي يخاطب به أكرم الأكرمين الخضوع لله عز وجل. نعم نعم الله. فهذه المرأة التي ضمت منها إلى صدرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حكمته عليه الصلاة والسلام، وفيه دلالة على أن الواعظ عليه أن يقتنص المشاهد يذكر فيها بعض اللطائف أو بعض المواعظ صحيح وبعض ما يحرك القلوب ويهز النفوس. فالنبي صلى الله عليه وسلم استغل هذا المشهد وهذه اللقطة وقال ما قال، وكان في آخر كلامه الله أرحم بعباده هذه بولده. الحكمة الضالة تماما يا شيخ. نعم نعم. ولهذا قال بعضهم ما تحرقني بالنار يا غاية المنى فأين رجائي فيك أين محبتي. نعم. فالرجاء لا يضيع عند الله، وكذلك المحبة والظن أيضا. ظن الإنسان بالله تعالى فالله تعالى عند ظن عبده لا يضيع أيضا الظن الكريم بالكريم سبحان الله. يعني أيضا كما ذكر بعض الشعراء شيخنا بارك الله فيك، كما يقول أحدهم مولاي جئت وبذنوب جمة أن اتجهت فإنها لا تنجلي، أقبلت يا ربي وتعلم حالتي في لهفة الساعي الحثيث المرملي، فوضت أحوالي إليك وجاشني ما بين إيمان وذنب مبتلي، هبني نسيت فإن تجازي فإنني أرجو التجاوز إن تراه يحق لي، أو هبني الصفحة الجميلة فإنني أشتاق أن تعفو عن المتوسلي. الله أكبر. هذا من محاسن الشعر سبحان الله، وللشعر يعني أثر في الخير وفي الشر. فإذا كان الشعر من الشعر الذي يحض الإنسان على العبادة ويقربه من المولى سبحانه وتعالى فلا شك أنه من ذكر الله، لأن الله تعالى قال عن الشعراء والشعراء يتبعهم الغاوون، ثم قال بعد ذلك إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا، أي وذكروا الله كثيرا في شعره. الشعر الذي يذكر فيه الله ويذكر فيه الشاعر بالله هذا شعر حسن وشعر محمود حسن. إذن هنا يا شيخ بارك الله فيكم، حينما أتى الله عز وجل بقوله ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، وكأن هنا إضرابا ثم قال ففروا إلى الله، يعني بعد هذه المشاهد من قوم نوح وموسى وقوم لوط وأهل مجرة حتى وصل إلى هنا فقال ففروا إلى الله، وكأن كل إنسان يعني على حافة الخطر أو يوشك أن يقع فيه. نعم كل هذا يعني ما تقدم هو من زرع المهابة. ونعم وأيضا فيه ما يشهد لقدرة الله تعالى وعظمته
وأيضا فيه تحذير من سخطه وعقابه وسطوته وانتقامه. نعم، ولهذا قال لعلكم تذكرون، فإن كنتم تتذكرون ففروا إلى الله، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، فإنه لا مفر إلا إليه. ولهذا أيضا في يوم البعث يقول الإنسان، فإذا برق البصر في قراءة برق أو في قراءة برق، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا، ما في مفر، المفر ما في، حتى الفرار إلى الله في ذلك اليوم لا ينفع، لا يجدي يا شيخ، لا ما ينفع، لأنه اليوم ما عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. الله أكبر. نعم الله، نعم، يعني هو الفرار إلى الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم، والإنسان بين يدي الله وبين يعني وأمام رحمته، وكل وعمل، ورحمة الله تعالى هي أوسع من كل شيء. يعني أردت أن أصحح يعني كلامي في موضوع أنه حتى الفرار إلى الله لا ينفع، لا ينفع الفرار إلى الله على أنه عمل، لكنه في هذا في يوم الحساب هذا يعني الأمر فيه إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، وذكر الله تعالى أيضا الفرار في يوم الحساب من الناس، من الخلق، كل واحد يريد أن يسلم ويقول اللهم سلم سلم. وإن كان هنالك مواقف يؤمن فيها من الفزع الأكبر، وأخبر الله تعالى المؤمنين بأنهم من فزع يومئذ آمنون في سورة الأنبياء، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. لكن فيه موقف فيما يظهر، وهذا تباحثنا فيه مع بعض العلماء وحصل جدل فيه، لأن هذه الآيات تدل على أن المؤمنين يؤمنون وأنهم لا يفزعون، لكن ظهر في مشهد جهنم، في مشهد في عرصات الحساب، العقول تذهل في من هول الموقف، حتى إن كل نبي يقول اللهم سلم سلم. نعم، كيف يعني التوجيه ما هو؟ الظاهر أنهم يعني يؤمنون في مواقف، وفي بعض العرفات في يوم القيامة، يعني هو يوم تشخص فيه الأبصار، فالقلوب فيه أو العقول كأنها تغيب من هول الموقف، ويخشى الإنسان فيه على 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 نفسه، حتى ربما يغيب عن باله موضوع الأمان في ذلك الوقت، لأنه يخشى من عقوبة المولى سبحانه وتعالى. يعني المشهد عظيم جدا، ولا يستطيع الإنسان أن يتحمله. نعم، ولذلك يعني أخبر الله تعالى أن الإنسان يفر من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، بل يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤوي ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا لا وزر، المستقر إلى الله تعالى والمفر إليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا وأن يسلمنا في الدارين. اللهم آمين يا رب. طيب. نعم، هذا معنى قوله ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. نعم، إني لكم، المتكلم ها هنا هو النبي عليه الصلاة والسلام، الله تعالى يأمره، يعني يقول هذا، أن يقول للناس إني لكم منه، أي من الذي تفرون إليه أو من عقابه، نذير مبين. نذير مبين أي أبين أنني منذر من الله، مبين أي أبين أنني منذر من الله تعالى، أو مبين ما يجب عليكم أن تحذروا منه. فهو يبين أنه منذر، أنه يقول أنا نذير مبين، ويبين أيضا للناس ما يجب أن يحذروا منه، أي يحذروا. فهذا هو معنى قوله إني لكم منه نذير مبين. نعم. هنا يا شيخنا بارك الله فيكم، هل يمكن أن يكون أيضا
معنى مبين، أي أبين لكم كيفية الفرار إلى الله، يصح هذا التأويل أو هذا التفكير؟ هو هذا لازم من اللوازم، لأنه إذا قال لهم، إذا حذرهم وبين لهم ما يجب أن يحذروا منه، فمعناه لا تقربوا، لا تقربوا الفواحش، لا تقربوا المعاصي، لا تقربوا الشرك مثلا، لا تغضبوا خالقكم. إذا قال لهم ذلك فقد بين لهم هذا من اللوازم، لأنه ليس هنالك طرق محسوسة حتى يقول لهم امشوا من هنا ولا تمشوا من هنا، إنما هو ابتعاد واجتناب عن هذه ما يغضب المولى سبحانه وتعالى، وأمر بعبادته، ومن أدى ما عليه فقد أصبح من الناجين مما حذر منه. ثم قال سبحانه وتعالى: ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، أي قل لهم فروا إلى الله، ولا تجعلوا مع الله إلها. نعم شيخنا بارك الله فيكم. إذا أذنتم بفاصل قصير ثم نأتي إن شاء الله إلى الآية التالية بعد أن ختمنا الآية التي قبلها. جيد، جزاكم الله كل خير. أضواء البيان، تحليل وتدقيق للغة العربية بكل تفاصيلها وقواعدها وأوجهها. الميزان دليل العدل، جاءت به كل الديانات السماوية لترسم حضارة عادلة وثقافة خالدة تنير طريق الحق وتكون اللبنة الأولى لرقي المجتمع. لرقي المجتمع. برنامج الميزان نفحة قانونية أسبوعية تتهادى لحضراتكم بمشاركة كوكبة من المختصين الذين يضعون النقاط على الحروف في القضايا القانونية مع عبد العزيز القدير. الميزان طريق الناس للحق، يأتيكم في الأوقات التالية: مباشرة الخميس بعد موجز 9 مساء. أنتم تستمعون إلى برنامج أضواء البيان على إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة. حياكم الله مرة أخرى مستمعينا الكرام إلى البرنامج أضواء البيان مع ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور الشيخ عبد العزيز بن علي الحربي، رئيس مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية في مكة المكرمة. حياكم الله شيخ عبد العزيز مرة أخرى. مرحبا، أهلا وسهلا بكم. أيضا أرحب بكم، أنا محمد القرني وأخي مصطفى الصحفي من الإخراج. وكنا مستمعين الكرام قد توقفنا عند قول الله عز وجل: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، مما تيسر من سورة الذاريات في الآية 50 لعلكم تكملون. الشيخ أنا بارك الله فيكم، ولا بأس أن نذكر شيئا من فقه اللغة المتعلق بالفرار من هذه المادة، لأن هذه المادة أيضا فرة، وكنا ذكرنا أن المادة التي تكون مختومة بالراء غالبا تكون يعني غزيرة. ففي اللغة العربية المصدر الفرار والفر، أيضا قالوا فر فرا وفرارا بالكسر، وهو معناه في الأصل الهرب والروغان. يعني شيخ هو فرار وفرار، يصح؟ نعم فرار، فرار بكسر والفر، والفر بالفتح. الفر وليس وليس الفرار، الفرار هكذا. لا 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 نعم. الفرار والفر ونعم، ويقال فر فرا وفرارا ومفر. نعم طيب نعم. و ومعناه هرب كما ذكرت، والإنسان الذي يكثر من الهرب يقال عنه فرور، ويقال امرأة ضرورة. نعم فضرورة يعني أنها كثيرة الفرار، ويقال أيضا فلان فررة وامرأة فررة لهمزة أيضا. نعم. وفرار صيغة مبالغة أيضا، وأفررته إفرارا إذا جعلت له طريقا يهرب منه، يعني أنت كنت السبب في فراره، مثل هربت يا شيخ. نعم مثل هربت. نعم. وفر الدابة يفرها فرا وفرارا أو فرارا أو فرار، كلها
بمعنى أنه كشف عن أسنانها لينظر ما كم كما تعلم طبعا هذا جذع أم هذا نعم هذا ثني هذا مستعمل هذا يقال فر نعم هو فر أصلا هو فيه معنى الانفراج انفتاح يعني حتى الفرار هو الإنسان يريد مخرجا يخرج منه أو مفرا سعة يريد سعة فهو من هذا الباب يعني من البحث عن السعة ويقال في المثل إن الجواد عينه فراره صحيح إن نعم هذا مثل يضرب لمن يدل ظاهره على باطنه أنه تعرف الجودة في 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 عينه وهو أصلا أنت إذا فررت الدابة قالوا فر الدابة بمعنى أنه كما ذكرنا كشف عن أسنانها لينظر ما سنها والمصدر الفرار طبعا المصدر الفرار تقول إن الجواد عينه العين عادة حتى في بني آدم تدل على الصحة وتدل على الذكاء وعلى المرض وعلى القضاء وعلى فهذا معنى قوله إن الجواد عينه فراره يعني أنه يعرف باطنه من ظاهره والعين هي التي تدل على ذلك كأنها نافذة على جسمه أو على ما بداخله نعم يعني حتى هو يغني عن أن يفر الإنسان أسنانه فلا يحتاج إلى أن يفر الأسنان كان المعنى كذلك والمرأة الفراء هي حسنة الصغر أيضا هو هذا جاء من فر فم الدابة لينظر أسنانها فتكشف بعد ذلك عن ثغر حسن فكان الأولى بهذا الحسن هو المرأة فقال لمرأة الفراء حسنة الثغر وثم توسعوا في ذلك فقالوا افتر الإنسان ضحكا حسنا أيضا أن فيه ضحك بايخ يعني ضحك ليس بحسن وضحك حسن وافتر البرق معنى تلالا هو من هذا وهذا البقرة يقال له فرير والفرير أيضا الفم كأمي يعني فرير على وجه أمي نعم و أبو زكريا شيخ ها؟ نعم أبو زكريا الفراء نعم صحيح نعم صاحب المعاني نعم صحيح والفرفرة احنا نقول الفرفرة الفرفرة والبربرة والثرثرة هذه معناها متقارب ثرثرة كلام كثير يعني كلام من كثر كلامه يقال هذا إنسان لديه ثرثرة وبربرة أيضا بربر لأنها هي في الأصل كأنها حكاية الصوت بربر بعضهم يتكلم بسرعة فرفرة وثرثرة وبربرة والفرفرة أيضا تقال للصياح فرفرة ومن خلط في كلامه يقال خلط فرفرة يقال عنه فرفر نعم إذا خلط فيه لا يكاد يبين يعني ما يقول نعم سبحان والفرفار طياش لو فرفر فرفرة إذا طاش حتى الفرفرة التي هي الثرثرة في الكلام لا تكون إلا عادة أو غالبا لا تكون إلا من طياش نعم والمادة موجودة في القرآن كما ذكرنا يعني هنا وفي سورة القيامة وفي سورة عبث كل ذلك موجود وبالمناسبة في ضبط الشاطبي يعني الشاطبي صاحب القراءات صاحب خرج المعاني هذا متقدم توفي سنة 590 590 نعم والشاطبي أبو إسحاق الشاطبي هذا توفي في 790 إذا لم أكن واهما في أحدهم فهو متأخر هذا الشاطبي الأصول الأصولي أبو إسحاق الشاطبي صاحب الموافقات ذلك الشاطبي الذي هو قاسم ابن أبو محمد القاسم ابن فيره من سنة الفرة يضبط هكذا لأن بعضهم لا يحسن ضبطه هو هكذا فيره بكسر الفاء والياء ساكنة والراء مشددة مضمومة كيف انطق مرة أخرى شيخنا؟ فيره في الره بتشديد الراء في الره بتشديد الراء المضمومة القاسم ليس في الره في الره يعني هكذا بالضم
هو ابن خلف ابن احمد. نعم نعم صحيح. خير ان شاء الله. نعم هو انا متاكد انه في 590. نعم إيه نعم عندي نظم حتى في وفاتي، وقد مت في 90 لا شك عدها، و500 مباهلة متبهلة، لكن ذاك الشاطبي متأخر في 700 وربما يكون 790. نعم هو متأخر على كل حال في القرن الثامن، وذلك في القرن السادس، وكل منهما إمام في علمه. نعم طيب هذا ما تيسر فيما يتعلق بهذه المادة التي هي فرارة. كنا قد وصلنا إلى الآية الثانية، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، هذا تحذير أيضا. يعني هنالك الآية الأولى هي أمر، قال لهم فروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ثم حذرهم في الآية الثانية بأسلوب النهي وقال ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. فكما قال في الأمر إني لكم منه نذير مبين، كذلك قال في النهي إني لكم منه نذير مبين. فهو ليس بتكرار، وإنما هو توكيد على توكيد متنوع، يعني أو توكيد لتنوع الخطابين. فالخطاب الأول هو طلب صحيح، والثاني طلب، لكن الأول أمر والثاني نهي. أمرهم بأن يلجؤوا إلى الله وقال إني لكم منه نذير مبين، والثاني قال ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. وهذه هي دعوة الأنبياء الذين ذكروا والذين لم يذكروا في هذه السورة، فكلهم كان يقول ذلك ويقول ما لكم من إله غيره، ويقول لهم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت، فكل رسول جاء ليقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أو لا تدعوا مع الله إلها آخر، أو اجتنبوا الطاغوت، كلهم يقول ذلك. ولهذا نحن حينما نوحد أيضا ونقول لا إله إلا الله، نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له، حتى يكتمل أو حتى يتحقق التوحيد فعلا. يعني التوحيد فيه كلمة التوحيد فيها المحبة والانقياد والقبول واليقين والصدق والإخلاص، كل ما والعلم أيضا، وهذه الشروط السبعة يعني هي لا يحتاج إلى أن نقول سبع الشروط السبعة هي تدخل في معنى التوحيد ضمنا. فمن قال لا إله إلا الله فلا بد أن يكون عن علم، ولا بد أن يكون موقنا، ولا بد أن يكون صادقا، وأن يكون مخلصا، وأن يكون أيضا قابلا لشرع الله تعالى، أن يقبل شرع الله، وأن يكون منقادا له. فإن أخل واحد من هذه الأشياء، أنا ضمنت الشروط لا إله إلا الله في بيت واحد على سبيل التضمين، علمت يقينا حب صدقي مخلصا أما يقبل المنقاد، وهذه شروط لا، شروط لا يعني شروط لا إله إلا الله. فتح الله عليكم. نعم فهذه لابد أن تكون مع لا إله إلا الله، فإن اختل منها واحد فلا يمكن أن يحقق التوحيد على المراد المطلوب. ولذلك نحن عند من الأذكار أن نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فهذا معنى قوله ولا تجعلوا مع الله إلها آخر. لا تجعلوا هنا هذه جعل التي تنصب مفعولين، لا تعتقدوا مع الله إلها آخر، أو لا تصيروا مع الله إلها آخر، هكذا لا تتخذوا إلها آخر من دون الله. طبعا المفعول الثاني هو إلها وآخر، هذا الصفة، ومع هو في محل المفعول الأول. صحيح. نعم نعم هذا معنى قوله ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين، ومع في معنى الظرفية، وهي في 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 غير القرآن يجوز فيها الكسر في مثل هذه الحال، إذا التقت مع ساكن فإنك لك أن تقول معي بالكسر، يعني هي فيها الفتح وفيها السكون، تقول جئت مع أحمد مع
مثلا أو مع أحمد، مع أحمد الفتح ولك أن تسكن، والسكون قليل ويجوز فيها الكسر حينما تلتقي بساكن مثل هذا. لكن عندنا قاعدة، القواعد المئة، أمس كان عندنا دورة في المجمع في شرح القواعد المئة في القواعد النحوية، القاعدة ليس كل ما جاز لغة جاز قراءة، والعكس صحيح، كل ما جاز قراءة جاز لغة، لأن القرآن هو الحاكم على اللغة وليست اللغة هي الحاكمة على القرآن. نعم. فتأتي أحيانا بعض الأشياء التي هي مما يجوز في اللغة العربية لكن ليس لنا أن نطبقها في القرآن الكريم، لأن المسألة مبنية على التوقيف. أنت مثلا في ملك الناس، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس لم يقرأ في المتواتر مالك، قل أعوذ برب الناس مالك الناس، لم يقرأ مالك الناس. نعم. كلهم قرأوا ملك الناس، فليس ويجوز لك أن تقول ملك الناس وملك الناس ومالك ومالكي ومالك، كل هذه القراءات ما جاء، الذي جاء هو ملك الناس فقط، فليس كل ما جاز في اللغة جاز في القراءة. هنالك في الفاتحة يا شيخ، هنالك في سورة الفاتحة مالك، لا في سورة الفاتحة لا، هذه فيها أي. فيها قراءتان سبعيتان، قرأ الكسائي، قرأ عاصم والكسائي مالك، والباقون قرأوا ملك يوم الدين. وأنت ما تقصد سورة الناس؟ أنا أقصد سورة الناس، سورة الناس. خير إن شاء الله. إنه نعم، إنه أحيانًا كما ذكرنا في الصاعقة، في أخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، في هذا الموضع في قراءة، في صاعقة في موضع آخر ليس فيها قراءة، لأن المسألة مبنية على التوقيف، سمعت هنا بالقراءتين ولم تسمع هنالك. مثل وعلى أبصارهم غشاوة، قرأت غشاوة، وفيها وجعل على بصره غشاوة، فيها قراءة وجعل على بصره غشوة، لكن هذه ليس فيها غشوة، فيها غشاوة فقط. نعم. أحيانا شيخنا بارك الله فيكم فيما يعني يشكل على بعض المبتدئين في قراءة القرآن، الصلاة والصلوات تبعا للرسم. نعم. هذا أيضا قد يعني المبتدئ عليه أن يأخذ القرآن بالتلقي حتى لا يخطئ. يعني الكتب الأخرى يمكن للإنسان أن يقرأها إذا كانت عنده مهارة في القراءة، لكن بالنسبة للقرآن مهما كان الإنسان عنده من مهارة فإنه لا يستطيع أن يقرأه قراءة صحيحة إلا بالسماع، بالتلقي. التلقين لا يمكن، لأنه ما الذي يعلمه أن ألف لام ميم تقرأ ألف لام ميم، وألم نشرح تقرأ يقرأها ألم نشرح. لا فرق بينها. صحيح. أصلا في الرسم ما كان في همزة زمان، هي ألف ولام وميم، ما في همزة، يكتبونها هكذا ألف لام ميم. والتنقيط متأخر أيضا يا شيخ. نعم، يعني هذه الضبط والنقط، النقط كان سابقا ثم جاء بعد ذلك الضبط بالشكل، الضبط بالشكل جاء بعده، ثم جاءت بعد ذلك رموز الوقت والأشياء الأخرى. فالمسألة مبنية على التوقيف، لو يعني إذا كان يقرأ من غير تلقي سيقرأ ألف لام ميم المر. نعم صحيح. نعم المر، وألف لام ميم قاد المر. نعم، لكن المسألة مبنية على التوقيف. وكذلك في بعض الآيات مثل ولقد أرسلنا مثلا ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه، مكتوبة وملئه حسب الرسم. نعم وملئه، وفي نقطتين أيضا تحت الياء وملئه، فسيقرأها هكذا وملئه، ويقرأ أولئك أولئك. نعم صحيح. نعم، هي هذه القرآن معجز بكل أنواعه، يعني بكل أشكاله. نعم ونعم هو معجز. إذن ذكرتم الشيخ بأن مع أو مع، هل يمكن أن تشبع الفتحة في مع وتصبح مع
معه مثلا أو هكذا. لا، إذا كنت تتكلم عن مثنى تقول جيت وعبد الله معا، جيت أنا وزيد معا، بالتنوين وليس بالمد. لا لا، مع، لا إذا وقفت تقف عليها بالمد مع، يعني أي. تقول جئنا مع، أي. مع أي. معا، يعني معا، إذا وصلت تقول معا، وإذا وقفت تقول مع، أنه الوقف يكون بسكون كما نعلم. نعم، يعني صحيح. يكون بـ 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 بلا تنوين، هو التنوين نفسه السكون صحيح، لكن بلا تنوين. نحن نقول جاء معه أو هكذا أو معاه. نعم. هذا خطأ. خطأ. نعم، هو جاء معه، جاء معه هكذا. خير إن شاء الله. نعم، وهو حينما نقول جئنا معا أحسن من كلمة سويا بالمناسبة، يعني لماذا؟ السوي لأن السوي هو ضد المعوج. تقول لو قلت جئنا سويا، جئنا سويا يعني أننا جئنا يعني بطريقة يعني سوية، وهذا ليس هو المقصود. أو جئت سويا، يعني أن كل واحد منا جاء سويا أي سليما، ليس فيه عوج في رجلي أو في جسمي أو في شيء. هذا طبعا المعنى، والأفضل أو الأحسن، وبعضهم يقول إنه هو الصواب، وذلك خطأ بالمرة أن نقول جئنا معا، جئنا معا، ولا نقول جئنا سويا، لأنه سيكون معنى جئنا مجيئا سويا، أو جاء كل واحد منا سويا، ليس فيه عيب وليس فيه عوج. المناسبة العوج في المعاني والعوج في الأجسام، تقول في رجله عوج وفي خلقه عوج. نعم، واضح. لعلكم يا شيخ تعيدون، بارك الله فيك، هذه المعلومة. نعم، فرق بين العوج والعوج. العوج يكون في المعاني، والعوج يكون في الأجسام. سبحان الله. فتقول مثلا في رجله عوج. عوج، نعم. أو نعم، وفي خلقه عوج. في فكره، في خلقه عوج. في فكره، في خلقه، أي. في كذا، نعم. وفي يده وفي قدمه، نعم. عوج. نعم، القرآن ليس فيه عوج. نعم، غير ذي عوج. نعم. يا شيخ. غير ذي عوج، ولم يجعل، نعم. الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا. عوجا. أما العوج فإنه يكون في الأجسام. قرآن عربيا غير ذي عوج. غير ذي عوج. وأحيانا يكون في اللغة العربية، هي لغة ذكاء، تكون الحركة، اختلاف الحركة يكون دالا على التفريق بين المحسوس وغير المحسوس، بين المعنى وبين الجسم وهكذا. يعني عندك مثلا كبرة في اللغة العربية، هذه في الأجسام، كبرة صغير، كبرة بي 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 ولا بكسر الباء، بكسر الباء، ولا تقول كبرة. كبرة، وفعله المضارع يكبر، وليس يكبر. نعم، لا يكبر. ليس يكبر. وإذا قلنا بالضم يا شيخ، ذلك كبر يكبر. لا، كبر بالضم، هذا في المعاني، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كبر فلان أي كبر، أي عظمة، صار عظيما عند الناس، حتى لو كان صغير الجسم نقول كبر، ونقول كبر كبرت كلمة تخرج من أفواهه. نعم، وكبر مثلا شأنه وأمره، أي عظمة. فهي على وزن عظمة، أو هي كعظمة وزنا ومعنى، كبر. أما كبر ففعلها المضارع يكبر، وهي في الأجسام وفي المعاني. نعم. طيب، حسنا الشيخ عبد العزيز، بارك الله فيك. يبدو أن الوقت سوف يأخذنا في نهاية هذا اللقاء، ولدينا بعض الاتصالات، لعلكم تأذنون شيخنا ببعضها حتى يعني أولا نوفي هذه الآية في وقت آخر بشكل أوسع، ونأتي إلى ما ولعلنا أتينا عليها. خير إن شاء الله. إذا بقي شيء إن شاء الله نتذكره ونقوله إن شاء الله بموعده. بإذن الله، جزاكم الله كل خير. هذا أحد المتصلين يعني بعث بسؤاله أو سؤالين له، اسمه الأخ سليمان، يقول يريد أن يفهم قول الله عز وجل في سورة البلد فلا اقتحم العقبة، وأيضا في يقول في الأسماء
طه مثلا أو ياسين، يقول كيف لا تكون هذه أسماء؟ نعم، السؤال الأول إذا في فلقتحم العقبة. نعم فلقتحم العقبة. طيب، فلا نحن طبعا عندنا كان حلقة خاصة في بهذه السورة. صحيح. وكنتم تتذكرون. نعم صحيح كلام. وشرحنا هذا وذكرنا يعني أقوال العلماء في هذا السياق في السورة. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلك مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة، أي فلا هو اقتحم العقبة ولا هو فعل شيئا في صالحه أو فعل فعلا ينفعه، لا فعل هذا ولا فعل هذا، هذا قول لبعضهم. وقيل لا، الكلام هنا على سبيل الحث، يعني فهل لا اقتحم العقبة، هل لا اقتحم العقبة؟ العقبة القرآن يصور لنا بعض الأشياء المعنوية يجعلها كالمحسوس، كأن هنالك أشياء إذا تجاوزها الإنسان يصل بعد ذلك إلى المراد وإلى المطلوب، عليه أن يتجاوز هذه العقبة. و الله فسر العقبة وقال وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، وفي قراءة فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، وهي قراءة الكسائي وابن كثير، فسرنا في ذلك تفصيلا جيدا. وقيل إن العقبة المراد بها الصراط، وقيل طريق النجاة، وقيل جهنم، كل ذلك قيل في هذه الآية. الحاصل أن الآية فيما يظهر أنها هي حث على حث للإنسان أن يجاهد نفسه، لأن الطريق فيه شيء من التعثرات أو فيه شيء من العقبات التي يتجاوزها الإنسان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره، فهناك بعض المكاره يقتحمها الإنسان ليصل إلى مرضات الله، وقد تكون بعض العقبات سهلة لدى أناس لأنهم كرماء مثلا، فهو يجود بماله في سبيل الله، وآخر لا يحتاج، يرى مسألة الإنفاق كأنها جبل، يقتحم هذا الجبل ويفك الرقبة إلى آخره. نعم. ما يمكن أن يقال في هذا الكلام إن شاء الله. نعم. قبل أن تأتي شيخنا إلى السؤال الثاني، نأخذ الاتصالين التاليين ثم يعني تجيبون عليهما اتباعا بإذن الله. أخونا مدثر، حياك الله يا مدثر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. الله يعني. أنا عندي سؤالين. السؤال الأول إنه في بعض الآيات في القرآن الكريم بنلقى إنه الآية بتجي في سياق الكلام عن الله سبحانه وتعالى عن الغائب، وفي سياق ثاني بتجي في سياق المتكلم، يعني في آية ربنا بقول وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. نعم. وبعد ذلك كان يقول وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. نعم. الحكمة شنو؟ ما هو القرآن من عند الله سبحانه وتعالى، فليه بيجي بسياق الغائب؟ سؤال جميل، بارك الله فيك. الثاني، السؤال الثاني، في 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 الجنة بيقال إنه الناس اللي بيدخلوا الجنة بيشوف ربنا سبحانه وتعالى يوم الجمعة، وفي الجنة ما في شمس ولا في ليل ولا في نهار، فضابط الأيام بتكون كيف في الجنة؟ طيب، خير إن شاء الله، تستمع، بارك الله فيك. أخونا خالد، حياك الله يا خالد. السلام عليكم الشيخ محمد القرني. حياك الله، أهلا وسهلا بك أخي خالد، بارك الله فيك. مبارك في الدكتور وربنا يفتح عليكم ويزيدكم. وإياك، بارك الله فيك. معليش، أنا عارف الزمن ضيق والبرنامج جميل، عتب عليكم تزودوا لنا الزمن لأن هي وجبة دسمة لكن ما كافية. جزاك الله خير، هكذا كان في البرنامج أخوي خالد، الله يخليك. استمتع بها، يعني وجبة يعني دسمة جدا من المعلومات ومن العلم، لكن ضيقة جدا البرنامج. حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق يا خالد، بارك الله فيك. أسئلتي كالآتي، في واحد أرسل لي على الواتساب إنه ربنا يعني الناس في التعازي بيقولوا لأهل الميت ربنا يجعل مثواه الجنة، وكلمة مثوى ارتبطت دائما بأهل جهنم،
طيب. ليس في جهنم مثوى للمتكبرين. فلقيت قال المفترض يقولوا مأواه الجنة بدل مثواه في القرآن. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي صحيح. طيب الثاني هذا السؤال بنرفعه لشيخنا. السؤال الثاني انه كل الانبياء الى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم اله غيره، والى ثمود اخاهم صالح قال يا قوم اعبدوا الله، الا في لوط قال والى ايوه ولوطا اذ قال لقومه مباشره. طيب خير ان شاء الله، شاكر لكم اخواني. الكلمه الاخيره في عوجه نحن في السودان بيقول ما عندك عوجه، يعني بمعنى ما عندك مشكله، هل لغويا صحيحه؟ لانه قبل شويه ذكرت بعوجه وعوجه يعني هذه في لغتكم يا خالد عوجه عندكم؟ عاده انت حتى عند الناس الكبار امي على متعلم اذا في مشكله بيقول لك خلاص يا اخي، بدل ما يقول لك ما في مشكله بيقول لك ما في عوجه. طيب ما في عوجه. طيب هل هي صحيحه تعتبر؟ ان شاء الله تستمع. بارك الله فيك يا خالد، جزاكم الله كل خير. اخوتنا الكرام من السودان مدثر وخالد والاخ سليمان الذي سبقهما ايضا. طيب شيخ عبد العزيز بارك الله فيك، انا الحقيقه ما عندي كثير وقت، ولكن لعلكم توجزون فيما يعني تشاؤون من الاسئله التاليه. والله الكلام طويل، انا ادرك ذلك، لكن يعني على كل حال باختصار يعني قدر المستطاع الله يحفظك. نعم قدر المستطاع. سؤال ذكرني. نعم يقول طه ياسين وطه. نعم الظاهر اصح الاقوال في هذا ان هذه حروف مقطعه كالف لام ميم وكاف هاء عين، وليست اسماء انبياء يا شيخ. نعم يعني ليست يعني قيل انها ان طه اسم من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل انها في اللغه السريانيه او احدى اللغات الاخرى انها بمعنى يا رجل، طه على قول بمعنى يا رجل، وقيل يا نبي الله اصبع وقل البيت نسيته، قيل ان معناها يا رجل في احدى اللغات، واما ياسين فقيل يا انسان، وقيل إنها حروف مقطعة، وهذا هو الأقرب أنها من الحروف المقطعة أيضا، وحكمها حكم الحروف المقطعة التي عرفناها في أول سورة البقرة وآل عمران والأعراف وأدوات آل عمران إلى آخره. هذا بالنسبة لهذا السؤال. أخونا مدثر يقول أن الله عز وجل أحيانا يقول يعني يجعل الحديث عنه بالحاضر وأحيانا بالغائب. نعم هذا كلهم من تلوين الأسلوب، وهو معروف بالالتفات، حتى كلام العرب على هذا يعني يتكلم الإنسان ثم يلتفت بعد ذلك. عندنا 6 أنواع من الخطاب، يعني يلتفت من الخطاب إلى الغيبة، ومن الغيبة إلى الخطاب، ومن التكلم إلى الخطاب، ومن التكلم إلى الغيبة، ومن الغيبة إلى التكلم. كل هذه الأشياء موجودة وكلها في القرآن إلا واحدة، أنا مرة ذكرت هذا وأشرت إليه. وخير مثال عندك يعني مثال قريب، إنا أعطيناك الكوثر، إن المولى يتكلم بلسان العظمة، إن فصل لربك، والأصل فصل لنا على مقتضى الظاهر، يعني يقول فصل لنا، لكن هذا من انتقل من أسلوب التكلم إلى أسلوب الخطاب. يعني هنا 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 وقف يا شيخ بارك الله فيكم، يقول اسلوب الى اسلوب الغيبه. نعم يعني يقول احد الصحفيين تعلمت اسلوب الكتابه من القران بهذه الصياغه بهذه الكيفيات، يعني اجاد في كتاباته الصحفيه، يعني يقول استلهمت شيئا من هذا من نعم. من القران الكريم. يقول نعم مدثر نعم ما اعظم ما تعلم منه. الحمد لله جيد. الحمد لله. يقول أيضا في يوم الجمعة، كيف يكون يوم الجمعة في الجنة؟ هذا الحياة في الجنة حياة أخرى لا نعرف، مختلفة يعني مختلفة. فالمهم أن ندخل الجنة وأن نكون من أصحاب الجنة ومن أهلها، وأن تكون مأوانا بناء على سؤال الأخ. وهنالك يعني لا خوف على مسألة معرفة الأيام، قد الله تعالى يخلق لنا لسانا آخر نتكلم به، لونا آخر أيضا، وقتا آخر، ظلا آخر، ليلا آخر، نهارا آخر، يعني أهم شيء ندخل الجنة يا شيخ من زحزح. نعم أهم شيء هذا نعم. أخونا بالنسبة للمثوى والمأوى، نعم صدق فيما قال، المثوى لم يأتي أبدا في سياق الجنة، إنما جاء المأوى، لكن جاء وما كنت ثاويا في أهل مدين وأكرمي مثواه، فجاء أيضا في السياق العادي أو في السياق الحسن، إن اتفاقا لم يأتي هذا في القرآن، لكن يجوز أن تقول الجنة مثواه أو مثوى فلان أو مأواه،
والأحسن أن نعبر بما جاء في القرآن، لكن المعنى سوى بالشيء أقام، سوى بمكة أي أقام بها. والجنة هي جنة عدن، ومعنى جنة عدن أنها جنة إقامة، فلا بأس بأن يقول الإنسان جعل الله مأواك الجنة، وإن أراد الأحسن فليقول مأواك الجنة على ما جاء، مع أن مأوى جاءت للنار أيضا، مأواهم النار وجاء أيضا الجنة، فإن الجنة هي المأوى، يعني وكأنه متقاربان أو متساويان، متقاربان. وفي عندي فتوى أيضا في الفتاوى القصار أجبت عنها وذكرت بعض الأشياء في مجمع اللواء. خير إن شاء الله. يقول كل الأنبياء ذكروا إلا في سيرة لوط عليه الصلاة والسلام وعلى الأنبياء أجمعين، ولوط إذ قال لا، هو ذكر أيضا عن لوط بأنه أخوهم، كما في سورة الشعراء كذبت قوم لوط المرسلين قال لهم أخوهم لوط، فذكر أنه أخوهم. جاء هذا، والأخوة هنا لا تقتضي أنه يوافقهم في العمل، فالأنبياء كانوا رسلا وكانوا موحدين وأولئك مشركون، فكانت الأخوة هنا أخوة في الإنسانية أو لأنهم من قبيلة واحدة فقط، هو كما يقال يعني أخوه في لأنه من عشيرته، لأنه من عشيرته. نعم. يقول أيضا في العوج والعوج، هم يقولون في بعض يعني حديثهم ما عندي عوجة أو أموري ما فيها عوجة، هل هذا صح بالعوج بفتح العين وليس بكسر العين؟ يقصد بأن أموره على خير يعني حال. نعم، هذا أسلوب جيد، وهي الظاهر أن الهاء زادوها وهي عوج يعني، لكنهم زادوا الهاء أو كانت للسكتة ونحو ذلك، لكن العوج لا، لكنهم يريدون المعنى، لا المعنى هم يقصدون عوج، إذن هم قصدهم بالكسر، إلا إذا قلنا إنهم أناس يعني أرادوا البلاغة في ذلك وجعل المعنوي كالمحسوس فشبهوه بذلك، يكون هذا من بلاغة أهل السودان. أي خير إن شاء الله. إذا إن شاء الله هم من البلغاء الفصحى. وهم بلا شك يعني، أنا عضو في مجمعهم هناك، مجمع اللغة السودانية. ما شاء الله تبارك الله، فتح الله عليكم. لأننا رحمهم في العلم. ما شاء الله تبارك الله. هكذا كان وقت برنامج الشيخ، وكان أيضا يقول يريد أن يزيد في الوقت، لكن هكذا كان يعني مدة اللقاء، ولا نزيد على ذلك شيئا، لأنه الزيادة أحيانا تكون يعني أخت أن النقصان. الله المستعان. هو لا الوقت لا بأس به، لكن الظاهر لأن المسألة فيها إضافة لحلاوة كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، فيمر الوقت مرورا مسرعا. صحيح صحيح. الأوقات الجميلة تمر بسرعة. اللهم لك الحمد. قبل الختام الشيخ، أنا بارك الله فيكم، الكلمة الأخيرة إليكم، حفظكم الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يوفقنا وأن يجعلنا من الذين يتبعون القول فيتبعون أحسن. اللهم آمين. اللهم شكر الله لكم الأستاذ الدكتور الشيخ عبد العزيز بن علي الحربي، رئيس مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية في مكة المكرمة، وأستاذ علم القراءة والتفسير بجامعة أم القرى. شكر الله لكم شيخنا، وأيضا أنتم مستمعينا الكرام، الشكر موصول لكم على طيب المتابعة والإنصات. موعدنا يتجدد وإياكم في مثل هذا الوقت بإذن الله من الأسبوع القادم. حتى ذلكم هذه أطيب تحية مني محمد القرني وأخي مصطفى الصحفي من الإخراج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أضواء البيان، البرنامج يكشف عن أسرار العربية والبيان من خلال القرآن الكريم وكلام البلغاء، كما أنه ينبه على بعض الأغلاط الشائعة ويعرض إلى طائفة من الفتاوى اللغوية. أضواء البيان يأتيكم مباشرة الخميس عند الرابعة عصرا. إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.